هلا زي دائما هلا هو كثير قريب من الكريب، اول حبه كريب ما بتزبط، بيكون درجه حراره المقلاة مش ظابطه 100% او الزيت بيكون مش مغلف 100%. 100% عندنا هون طحين القمح، راح ادير فوقيهم تقريبا مقدار كوبين ونص من المي، يعني بيطلع تقريبا 500 أو 600 مل مي. احنا للاحتياط بنضلنا نضيف مي بالتدريج لما اخذ القوام اللي بدي اياه. هلا القوام اللي بدي اياه بالضبط روان زي قوام الكريب، ايوه يعني شكلها زي الكريب وعجينتها زي عجينه الكريب. اوكي، فهلا هون لسه بدي مي. طبعا طبعا كل طحين يعني بيختلف عن الطحين الثاني بكميه، طحين القمح بياخذ مي اكثر من الطحين العادي، الطحين الابيض فبيشرب مي منيح. فهلا احنا راح نضيف القمح، المي فوق القمح، طحين القمح، ونحركه لما اخذ القوام بدي اياه. والله بسيطه فكرتها، ما بده شيء، هذه هي قمح ومي، قمح طحين قمح ومي. راح احركهم، هذا هو القوام اللي بدور عليه يا روان، شوفي كيف. اوكي، يعني ما بدي اياه جامد ولا بدي اياه مرق كثير. راح احركهم، رشه ملح عشان نعزز نكهات السمن لما نضيف عليها السمن. وبنمسكها بنغطيها بنتركها ترتاح على جنب مينيمم ربع ساعة. بدها ربع ساعة. بنطلع العجين اللي انا مسويها قبل الهواء، مرتاحة، امورها ممتازة، الطحين شارب المي، شوفوا ما احلى قوام عندي هون. ولا شيء، يعني طحين ومي يا جماعة ورشة ملح، ولا شيء ثالث. ولا شيء، هذه هي العجين، عجين عويص. عجين ما بدي اياه ينفش. طيب خلينا نحط المعلقة هون. حلو. يلا إذا هاي وصفتنا الثانية للزاقيات، هلا على مقلاي حامية طبعا. على مقلاي كثير حامية. اوكي. بدنا نعتبر انه المقلاي هي صاج، زمان كانت تسوي الزقيات على الصاج، فالصاج كثير سخن بده يكون عندي. اوكي. فهون بنحاول نقلد الصاج، عم نستعمل مقلاي بدنا نسخنها على الاخر عندي هون. وراح استعمل اللي هو كوب معياري عشان يكون كلهم نفس الحجم تقريبا عندي. ما بنحط ولا مادة دهنية؟ طبعا بدنا نحط سمن هسه. نحط شوي سمن. فبس يعني لحسة سمن راح احط على المقلاي. هيك نطريها. أيوة. عشان ما يلزق عندي العجين. وهذه بيقدر تستعملوا زيت نباتي بدل السمن، برجع لكم الموضوع. راح امسك تقريبا 3/4 الكوب واديره فوق المقلاي. حلوه اللزقيات تكون شوي خميله. فانا بدي اوزعها شوي بالمقلاي. راح استعمل عندي هون معلقه. اوكي، افرد فيها العجين. يعني خبز بالسمن، تخيل قد يعني هي هاي بالضبط. نحاول نفردها قد ما نقدر، بس بدي اياها شوي كمان خميره، ما بدي اياها تكون رقيقه كثير رقيقه. وراح نعرف انها استوت لما يصير عندي الاطراف لونهم ذهبي. هلا ما طلعت عندي دائريه بيرفكت هون. مش لازم تطلع بالضبط، نحاول قد ما نقدر نسويها، بس بالاخر راح تتقطع مش راح تضلها نفس الشكل. طيب شوفي روان، هلا هون احنا حطينا، يعني نعتبر انه عاملين هذا كنت عامله قبل الهواء. هلا هدول بدنا نضمن كل طبقه تكون عندي متشرب السمن، سمن متأثر السمن، بدها تكون شاربه سمن مظبوط. وبنمسك السكر. ايوه، سمنه وسكر، عبي رشه سكر ممتازه. ايوه، بعدين بنمسك الطبقه الثانيه اللي هلا سويناها، بنحطها فوقيها. بنعمل نفس الحركه، القصة. نرجع بنشربها سمن. يا سلام، كون ايدكم خيره شوي بالسمن. ساسي ومنيح، عبوها. زاكي وبيشرب خبز القمح بيشرب السمن كثير وبحب طعم القمح، فهيك بنغلفها كثير منيح، نخليها ايش تنزل على الاطراف. يا سلام، فهاد هي اللزقيات بكل بساطة. مقدار كوبين ونص من المي، رشة ملح، ونص كوب سمن بلدي، نص كوب سكر.